التمساح بالإنجليزية كروكوديلي من أضخم الزواحف الحية. ينتمي إلى فصيلة التمساحيات، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته، ويوجد 12 نوعا من التماسيح. ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ما هي؟ ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى. تعيش التماسيح في الماء واليابسة، لكنها أكثر مرونة في الماء وتكون حركتها أكثر أنسيابية. لعيونها طبقة بلورية في مؤخرتها مما تجعل